إذن مشاهدينا نبقى في كشكول ونبقى مع الأخبار المنوعة، حيث اختتمت يوم أمس الدورة 11 من سوق عكاظة الثقافي. هذا المهرجان الذي يعد محفلا لتلاوة الأشعار وممارسات الرياضات ومكانا لبيع الحرف ومنتجات الحرف التقليدية. وشملت فعاليات المهرجان هذا العام على برنامج ثقافي حافل ومنوع، من بينها عروض مزادات العرب والمقتنيات الأثرية ومعلقات عكاظ وعروض الفروسية ومقهى عكاظ الثقافي وخيمة الراوي، إلى جانب أركان الحرف اليدوية. وشاركت في فعاليات المهرجان 5 دول عربية هي مصر وتونس والمغرب والأردن والجزائر. لا تصبحين ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا. وفي السماء رزقكم وفي الأرض لا وتجارة تروج وضوء وظلام فلوات والنظر إلى محل الأموات فهو أول من على شرفا وخطر.